مرة إيه ترد على برهوم معراوي وتصفه بالمنافق. شاهدوا المزيد من التفاصيل. بعد أن وصف برهوم معراوي اليوتيوبر قمر الطائي بأنها أفعى وأنها سبب المشاكل بين نورمار والفنان السيلاوي، فقمر الطائي كما يعرفها الجميع لم تظل صامتة وقامت بالرد على برهوم معراوي عن طريق التليجرام، حيث وضعت تعليقات حول هذا الموضوع تحديدا، وكان رد قمر كالتالي: أحيانا عدم الرد يكون أقوى رد، لا سند لك إلا نفسك، إياك أن تميل، أنا لست منعزلة بل ابتعدت عنهم خوفا من سيئات نفاقهم. وهنا أكدت قمر الطائي أن برهوم معراوي منافق، وأضافت قمر أن ردها على برهوم سيكون بتجاهله. شو رأيكم بخصوص هذا الخبر؟ أو كل ما تصير مشكلة ضروري تدخلوا اسم قمر، هل لأنه اسم قمر يجيب فيوز لو شنو؟ بليز كافي تدخلوني بالسوالف مالتكم، أنا ما يدخل ولا حاجتي على أي أحد ولا أتمنى الشر لأي أحد، أنا بني حالي حال نفسي، عوفوني بحالي، شكرا.